شنو بان لك الا قلت لك بان لي بونك ماشي كيخبيو لك فلوسك، فهما كيصنعوا فلوس من والو. البروسيس ديالهم ما كيتسالاش هنا، بينما كيربحوا هما والريسك كيقدروا عليك ينتو، اما هما ديما رابحين. عمرك تسالتي علاش لي بونك اقوياء بزاف كيربحوا بزاف ديال الفلوس وخاسر على الفائده؟ ماشي حاجه اللي كثيره الحقيقه، تقدر تصدمك. كيصنعوا فلوس من فلوس اللي اصلا ما كايناش. مثلا فاش كتحط فلوسك في البنك كيتسحبك بانهم تيبقاو بحال هكاك اند دي ار سيف، وكيتسحب لك بلي عمرهم ماشي يتقاسوا ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن لي بونك كيستعملوا معظم دوك الفلوس القروض لناس واحد اخر، كيخليو لك واحد النسبه اللي فريمون صغيره اللي هي 10% كاحتياط، اللي بغيتيها كتخرجها وقت ما بغيتي، والفلوس اللي تيبقاو تيتعطاو كقروض لناس اخرين كما قلت لكم، اللي باغيين مثلا انهم يشريو ديور طوموبيلات ولا اي حاجه، ولكن بشرط انهم تكون عندهم خدمه مزيان. وهكا البونو كيدخلوا بزاف ديال الفلوس في كل مره كتجي كدفع داك الديبوزيت للفلوس ديالك. ودابا اجي نشرح لك كيفاش اصلا دوك الفلوس ما كاينينش. الحاجه اللي غريبه هو انه الفلوس اللي كتسلف كما قلت لكم فراه هي ما كتملكهاش وما عندهاش اصلا، ولكن برغم هذا الشيء هذا فالبنكه ما كتسلفش بزاف ديال الفلوس، حيت هذا الشيء هذا يقدر يرجع لها بالدار، وهذا الشيء ما مزيانش لها كاع. سو دابا اجي نشرح لكم، مثلا حتى 10000 درهم في الاكونت ديالك فراه هما كيخليو لك 10% اللي كتخرجها وقت ما بغيتي، وديك 9000 درهم الاخرى خاصك دير طلب عاد تقدر تخرجها. ديك 9000 درهم اللي كتجي انت طلب كتكون تسلفات لناس واحد اخرين، وهكا كياخذوا عليهم واحد البروسانت ديال الفائده، وهما كيبينوا لك في البنك اكونت ديالك بانه راه عندك 10000 درهم وماشي 1000 درهم. كي مشات ديك 9000 درهم كما قلت لكم كتسلف لواحد اخر، وهما كيبينوا لي راك عندك 10000 درهم وماشي 1000 درهم. سو دابا انت كتملكي 10% من دوك الفلوس ديالك كاملين، وداكشي الاخر اما البنك كتخلص به خدمات ديالها ولا كما قلت لكم كتخرجها كقروض. وتخيل معايا انه هذه العمليه هذه كتعاود بزاف ديال المرات. تخيل معايا حاجه البنوك كاين في العالم كامل، وهذه العمليه هذه سميتها مضاعفه الاموال. في كل مره كديبوزي فلوس في الاكونت ديالك وهكا لي بونك كتزاد الطراء ديالها على كل مره ديبوزيتي فيها الفلوس ديالك، وكيدخلوا بزاف ديال الفلوس من فلوس اللي اصلا ما كانتش عندهم واللي كياخذوا عليها واحد السعر ديال الفائده في كل مره كيعطيو شي قرض لشي واحد. نزيد نشرح لكم اكثر. مثلا حتى نعاود ثاني 1000 دولار شنو تيجي لهم؟ تيهزوا 900 دولار وانت كتبقى لك 100 دولار كتخرجها وقت ما بغيتي، وهما في العاده كياخذوا 5% على داكشي اللي تسلفوا. مثلا سلفوا واحد خونا ديك 900 دولار كياخذوا عليها 5% اللي هي 45 دولار. تخيل معايا هاك الملايين ديال الديبوزيت وملايين ديال القروض كتوقع كل نهار، كيربحوا فلوس من والو، من فلوس الاصل ما كيملكوهمش وفلوس اللي ما عندهمش كاع. سو شنو كيعني هذا الشيء؟ فهاك الوقت ما كنتي غادي جهه البنك ديالك اولا كنتي باغي تشيك البنك اكونت ديالك، تفكر بانه دوك الفلوس اللي كيبانوا لك بلي راهما كاينين في الاكونت ديالك بلي راه ماشي كلهم تقدر تستعملهم وقت ما بغيتي، دوك الفلوس الاخرين راه كيتستعملوا لي بونك باش يتزادوا اكثر طراء.